ومنذ اندلاع الأزمة السودانية سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني. وقد كثف الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاته مع كافة الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية لنزع فتيل الأزمة. بحكم ثقلها الإقليمي والدولي، سخرت مصر جهودها الحثيثة لدعم دولة السودان واحتواء الأزمة التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي من أجل استقرار ووحدة السودان وحقن دماء الشعب السوداني وتقديم كل المساعدات الممكنة له. هذه الجهود تكللت بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على نزع فتيل الأزمة واطلاع مصر بمسؤولياتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة ومع الشركاء الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري. فبعد ساعات من اندلاع الأزمة في السودان، حرص الرئيس السيسي على إجراء واستقبال اتصالات مباشرة مع السلطات والمسؤولين السودانيين للتباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان. وعلى الفور رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع في 21 من مايو الماضي. كما استقبلت مصر تباعا عددا من المسؤولين السودانيين ومن مختلف الدول الصديقة والشقيقة وكذلك دول الجوار لتباحث حول الأوضاع في السودان. وفي جميع اللقاءات وعلى اختلاف مستوياتها، أكدت مصر أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة بما يحافظ على وحدة الدولة ويصون مقدرات شعبها وأيضا يمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار. ومن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان مرورا بقمة دول جوار السودان بالقاهرة ووصولا لاجتماع الجامعة العربية الطارئ وغيرها من المحافل والفعاليات، كان موقف مصر من الأزمة في السودان واضحا وثابتا ومرتكزا على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. وجاءت التحركات الخارجية بالتوازي لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع في السودان، وذلك عبر جولات مكوكية إلى عدة دول في ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع للأهمية على الامتداد الأفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي وما يصاحب استمرار الاقتتال من تداعيات خطيرة لدول الجوار السودانية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات، بعثت مصر أطنانا من الشحنات الطبية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل السودانيين مع إقامة جسر جوي لتقديم مواد غذائية لكافة الرعاية. ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة في حياة كريمة جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.